السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات المتابعين قناة كريم كسري. مرحبا بكم معي من جديد. الفيديو ديال اليوم الإخوان فيديو جد مهم، وغادي نوجهه للإخوان المهاجرين اللي كيعيشون في إسبانيا واللي هما خدامين إلى غير ذلك. فعلى جبت هذا الفيديو هذا في هذا الوقت بالضبط، بما أن العالم كيعرف أزمة اقتصادية عالمية مقبلة، وانتم راه بزاف ديال الناس يعني وصلهم الخبر والخبر تداول يعني في إذاعات في التلفازات في جرائد إلى غير ذلك. فعدم التوازن اللي وقع في العالم ممكن انه يؤدي الى ازمه اقتصاديه عالميه وغادي تاثر على مجموعه من الدول في العالم. فاحنا كنتواجدوا في اسبانيا وحنا كمهاجرين، بما ان هذا المشكل ممكن يكون، فملي كنسمعوا ازمه شنو كيوقع موراها؟ كيوقع موراها الطرد من العمل. فجبت هذا الفيديو هذا خصيصا باش الناس نوعي الناس باش يعرفوا الحقوق ديالهم في اللحظه اللي الشركه غادي تقوم بالطرد ديالهم، خصوصا كنهضر انا مع الناس اللي كاينة في اسبانيا. طبعا الحال هو اسبانيا ولا اوروبا تقريبا القانون يعني كيكون تقريبا هو ما كيتغيرش بزاف، يعني قانون اسباني يتشابه ويتطابق كثيرا مع القانون الاوروبي بصفه عامه. فاحنا جبنا هذا الفيديو هذا ان شاء الله باش نقدموا نصائح جد مهمه للاخوان المهاجرين العمال اللي خدامين وتفاجئوا واحد النهار بطرد من الشركه لسبب او اخر. الانسان خصو يعرف شنو يدير قبل ما يوقع في شي خطا اللي يقدر يضيع فيه جميع الحقوق ديالو. فإلا قدر الله وقع شي حاجه يعني من بعد هذه الازمه اللي جات او لا من غير الازمه، يعني مثلا حاله ديال الطرد ان مشغل ديالك طردك يعني من العمل، انت هو ما كنتيش كتوقعه، طرد مفاجئ الى غير ذلك، يعني ما كنتيش كتسناه وجاك هكا مفاجاه، شنو خصك دير وكيفاش تتصرف الى غير ذلك. فهاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوجهو فيه نصائح جد مهمه اللي غادي ننفعوا بها الاخوان ديالنا باش يكونوا على حيطه وحذر من اي تصرف من اصحاب الشركات. فبالنسبه هنا في اسبانيا يعني انواع ديال الطرد كاينه ثلاثه ديال الانواع، كاينه الديسبيدو ان بروسيدنتي، كاينه الديسبيدو نولو، وكاينه الديسبيدو بروسيدنتي. الديسبيدو ان بروسيدنتي هو الديسبيدو اللي كيكون مثلا كما كنقولوا حنا غير عادل ماشي في محله، او لا الديسبيدو بروسيدنتي كيتسمى هذاك هو الطرد يعني كان في محله كنت تستحق انك تطرد. اما الديسبيدو نولو هو زعما الطرد يعني غير عادل، واكثر من ذلك يعني كما نقولوا حنا طرد تعسفي، يعني كيجردك من جميع الحقوق ديالك اللي ما انت ما كنتيش كتنتظر داك النوع هذاك ديال الطرد. كما قلنا كاين ديسبيدو ان بروسيدنتي، ديسبيدو بروسيدنتي، ولا ديسبيدو نولو. يعني يعني حنايا هاد الانواع ديال الطرد يعني كما كنقولوا باش نعرفوا بالضبط هاد النوع ديال الطرد اللي درتو الشركه، ما غادي تعرف داكشي حتى يكون عند الخويس، يعني حتى يكون عند القاضي هو اللي كيحدد النوع ديال الطرد شنو وقع. المهم انت كترابخادور كخدام يعني تفاجئتي بواحد الطرد، جاب لك لامبريسا كتعطيك طبعا الحال واحد الكارطة اللي غادي تفرميها ديال الطرد، ان كتقول لك فرمي هنايا. اول حاجه خصك ترد بالك منها، الا كنتي مثلا ديك الطرد انت كنتي كتنتظره، يعني كنتي كتسناه ما كانش مفاجئ، ولا يعني عارف بلي مول شي ديجا عامل منكم طنطان غادي يعطيكم حسابكم وغادي سميتو يطردكم. اول حاجه خصك تركز عليها هو تشوف ديك التاريخ اللي في ديك الورقه واش هو هذاك وكينضبط على نفس النهار الى غير ذلك. وقبل ما تفرمي تاكد من القضيه هذه وتاكد من الحساب ديالك كامل الا كانت عندك درايه. إذا كانت عندك دراية تأكد من الحساب كامل، ما عندكش دراية قول له بلاتي عطيني الورقة وديها لخيستور أو محامي أو لأهل الخصاص باش يقول لك في هذه الحالة هذه شنو خصك دير. أما الطرد الثاني يعني الطرد اللي كنقولوا حنا هي الطرد التعسفي اللي ما كنتيش كتنتظرو بصفة نهائية، والإمبريسا بغات تاخذ يعني طرد جائر في حقك، فأنت في هذه الحالة هذه ملزم أنك يعني مثلا اما ما كتفرميش بصفه نهائيه او لا كتفرمي وكتقول نو كونفورمي، يعني ما متفقش بصفه نهائيه على داك الطرد هذاك. شنو خصك دير في هذه الحاله هذه الا وقع النوع هذا من الطرد، يعني الاول او الثاني يعني امبروسيدنتي او لا نولو. هاد النوعين ديال الطرد خلينا من الطرد اللي كنقولوا دابا مثلا بروسيدنتي هذاك يعني كتسمى يعني كيكون بالتوافق، اما حنا كنهضروا على الطرد ديسبيدو ان بروسيدنتي او ديسبيدو نولو يعني الطرد الغير العادل او الطرد التعسفي. ففي هذه الحاله هذه فرميتي ديك الورقه ولا ما فرميتيهاش؟ الا فرميتيها خصك دير نو كونفورمي، ولا ما فرميتيهاش خصك تمشي عند ليكسبكسيون ديال الترابخو. الاهم حاجه في هذا الشيء كامل شنو هي؟ هو انك عندك 20 يوم باش ديكلاري بالحقوق ديالك بانك الشركه اتخذت واحد الحق واحد الطرد جائر في حقك اللي ما كنتيش كتسناه واللي بغات تعدى عليك. انت ما خصكش تفوت 20 يوم باش ديكلاري. العدد الماكسيمو اللي كيعطيك القانون انك باش تقدر انك تسترجع الحقوق ديالك اللي ضاعت منك. طبعا الحل
ما عرفناش واش انت تكون خدمتي عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 10 سنين، كل واحد والحاله ديالو اللي غادي تواجد فيها. فانت ما متفقش مع داك الطرد اللي دايره الشركه، فرميتي الورقه دير نو كونفورمي، ولا ما فرميتيهاش بلا ما تفرميها هي الشركه غادي تصيفط لك طبيعه الحال في كوريوس للدار، وانت من الجهه ديالك غتمشي عند اهل الاختصاص غتوكل اما محامي او تمشي عند الاكسبكسيون ديال الترباخو اللي غادي تحكي له الافير ديالك وتقول واش كاينه واش كاينه واش كاينه، وهما غادي يدخلوا في هذه المساله هذه. تما يعني عند المحكمه كيتاكد وكيتعرف النوع ديال الطرد ديال الشركه، واش كان امبروسيدنتي ولا كان نولو الى غير ذلك، باش كيعرفوا بالضبط يعني شنو في هذه الحاله هذه، شنو يعني الحقوق ديالك في هذه الحاله هذه، يعني شنو 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 اللي كنت مازال كتسال في هذه الحالات هذو. فكما قلت لكم الاخوان يعني المده المحدده هي 20 يوم، راه ماشي مثلا شي وحده مثلا طرداتك الشركه او لا مثلا شركه طرداتك، نديروا مثلا حنا شركه طرداتك وانت يا كنتي غادي باكاسيون تتفاجئتي قال لك غادي تمشي، واخا ما فرميتيش الورقه قلتي بالي تمشي للمغرب او لا تمشي باكاسيون ورجع، وديك الساعه تمشي ندعي الشركه انا ما فرمي والو صافي تم بعد غادي ندعي. هذا خطا فادح، ما تطيحوش في هذا الخطا بحال هكا. يعني واخا ما فرميتيش الورقه خاصك مني الشركه تقول لك عندك واحد ديسبيدو اما امبروسيدنتي ولا نولو او لا بروسيدنتي، يعني ملي يكون واحد النوع ديال الطرد خاصك انت تاكتوار يعني دير رده الفعل ديالك في اقرب وقت، والماكسيموم هو 20 يوم. 20 يوم يعني ما كتدخلش فيها الفيستيبوس، يعني اللي كان شي فيستيبو او لا فين دي سيمانه ما كيدخلوش، يعني 20 يوم بدون احتساب ايام ديال الفيشتات والايام ديال فين دي سيمانه، يعني 20 يوم ديالك بوحده. يعني انا قلت لكم يعني واخا ما تفرميش، كاين الناس كيرتكبوا خطا فادح ما كيفرميش كيقول لك صافي انا ما فرميتلوش يعني اش غادي يدير لي، ما عنده ما يدير لي وانا غادي نمشي للمغرب نريح واحد الشهرين ولا عاد نجي ديك الساعه نديكلاري به. هذا خطا فادح، ما تطيحوش في خطا في هذا النوع هذا. وهذا الكلام الاخوان ماشي ديالي، هذا الكلام كاين في القانون، حنا كنحاولوا نبحثوا على مواضيع مهمه ومفيده كنقدموها لكم. يعني انا جبتها من طبعا الحال من الانترنت، هذا الشيء كاين في القانون في الانترنت، وبما انه موضوع مهم وكيتزامن مع المشاكل اللي كاينه في العالم ومع الازمه الاقتصاديه ومع ربما يوقع الطرد الى غير ذلك، فكان انا كنعرف بزاف الناس هنا في اسبانيا ما كيعرفوش الحقوق ديالهم وما كيعرفوش بزاف لا حقوق لا واجبات، الناس عا غادي خدامين صافي غاتي رابارانتي الله يحسن العوان. ولكن حنا من هذه الحاله هذه كنجيبوا مواضيع اللي غادي نفيدوا بها الناس على الاقل باش يعرفوا يتصرفوا في مواقع بحال هكا. فهذا الشيء اللي كنقولوا راه كاينه في الانترنت، كاينه في جوجل، دخل وقرا وشوف وعرف الحقوق ديالك وعرف الواجبات ديالك. في هذه الحاله اي حاله من هذه الحالات الا طحتي فيها، انا كنقول لكم الاخوان يعني القانون كيعطيك اي حاله من حالات ديال الطرد الماكسيمو هو 20 يوم ديكلاري بالحقوق ديالك. وهذا هو اللي كنت باغي نوصل لكم الاخوان، واللي كنتمنى ان الميساج يوصل والاخوان يستافدوا من هذه النصائح اللي كنقدموا، اللي كنحاولوا ما امكن اننا تكون طبيعه الحال المواضيع كما العاده اللي كتكون مواضيع مفيده كما كنتقدموا دائما. فقبل طبعا الحال الاخوان قبل ما نختم هذا الفيديو، انا كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون واضح، الا كان شي غموض الا كانوا شي ناس ما عندهم شي تساؤل، عندك شي حاجه ما وضحهاش ما فهمتيهاش ولا اي حاجه، ما كاين حتى شي مشكل، شارك معنا في التعليق ديالك قلنا شنو ناقصك، شنو باغي، شنو الحاله اللي انت فيها، شنو الحاجه اللي ما فهمتيهاش، فماشي مشكل. حنا دائما غادي ايطاب ايطاب كنقلبوا على المواضيع المفيده اللي كنحطوها في القناه هذه. الحمد لله اللي القناه صراحه كنشكر المتتبعين ديالها بزاف من كل قلبي، لا اللي قدامين ولا جدادين اللي كيدعموا هذه القناه هذه بصفه عامه. فكما قلت لكم الاخوان شاركوا معي في التعليقات وقولوا لي المشكل ديالكم وحنا غادي نعاونكم ان شاء الله ونقدموا فيديوهات مهمه في هذه المساله هذه. انا بالنسبه لي شي حاجه ما كيبقى عندي غموض او لا بقى عندي واحد البسيط من الشك ولا شي حاجه، كنحاول ما امكن استشار مع محامين اهل اختصاص اللي يقدروا يزيدوني الا كان عندي شي نقص في شي موضوع او لا شي حاجه ما ماشي هي هذيك. فهذا هو الميساج ديال اليوم الاخوان، اللي كنتمنى انه يكون نفعكم ان شاء الله كما كنقولوا دائما. ف بالنسبه غادي قبل ما اختم هذا الفيديو غادي نجاوب على بعض الناس اللي حنا الموضوع اللي طرحنا على الموضوع ديال العمل ديجا كنا هضرت فيه انا وهضرت فيه ظرف الاخ ابو رزان حسن انفو ريمرا. الموضوع ديال العمل الاخوان حنا ديجا راه حطوا فيديوهات الاخرين برا الاخ حسائفو طريقه التسجيل الى غير ذلك، حنا ما كنكذبوش لا حتى شي واحد، هذاك قانون ديال الدوله البوليتين اوفيسيال دي ستادو كل 3 شهور كتخرج المهن واللي الدوله عندها خصص فيهم، يعني ما كاينش الكتب ما كاينش الكذوب في هذه المسائل هادو. واخ حسن انفو حاط لكم فيديو اللي طريقة ديال التسجيل من الموقع مباشرة بلا ما تمشيو للإنيم، يعني مباشرة تدفع الطلب ديال الإنيم، ويستحسن أن الإنسان اللي في المغرب أو في الجزائر أو في أي دولة أخرى
الا عنده شي واحد من الشخص من العائله او صاحبه نيه هو اللي يمشي يسجله، فطريقه احسن وافضل. الا عندكم شي غموض دخلوا القناه، الفيديو اللي دار اخر يمرا والفيديو الاخر اللي دار الاخ حسن ايفو، وتما راه كاين المعلومات الكافيه والواضحه، وما كاين حتى شي كذوب حتى شي نفاق حتى شي حاجه. هذا ما كان الاخوه، تحياتي لكم كاملين المتتبعين الكرام. شكرا جزيلا على لايك ديالكم، على الدعم المتواصل، وحتى نشوفوا ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم.